اتكلمنا عن الاساينمنت، اتكلمنا عن الجزء الخاص بالديسكشن، في الحقيقه جزء مهم قوي باللينك او الفايل، ودي باختصار شديد جدا اللي هو مجموعه الملفات او مجموعه المحاضرات اللي بتمثل لي الكونتنت الخاص بالمحتوى او المحتوى المقرر اللي انا هرفعه للطلاب او للمعلم هيرفعه للطلاب، او اللي حضرتك لما تقومي بتصميم الكورس هتبتدي تحطي في شكل محاضرات، فده الكونتنت بتاعته او دي الملفات. فانا هنا هبتدي اعمل اد لملف، يعني انا هنا هضيف. طبعا هنا بالفعل انا كنت ضايفه حوالي 9 ايتم او 9 محاضرات، وزي ما قلت لحضراتكم ان هنا انا مش شرط ابدا اضيفه في شكل ملف باوربوينت زي ما انتم شايفين، او ملف مثلا وورد او غيره، لا ده انا ممكن يكون الاضافه بتاعتي في شكل لينك او في شكل رابط. زي مثلا هنا انا كنت ضايفه جزء عن الاجزاء الرئيسيه للكاميرا، وممكن الطالب لو داس على اللينك دي يبتدي يشوفها او يبتدي يشوف الفيديو ده ويطلع عليه. كمان ممكن مش بس ان هو يكون ملف او لينك زي ما قلنا، ده ممكن يكون انت كمان تروح تجيبه من على بيج معينه، او تحمل يو ار ال صفحه معينه موجود عليها محتوى معين او بلوج معينه، يبقى ده ممكن يكون كمان ايه، ممكن يكون زي ما قلنا رابط. فطبعا هو الطالب هنا لو فتح، لو جه مثلا على اجزاء الكاميرا وحب يعمل فيو، ممكن يعمل فيو اونلاين، يعني ممكن يشاهد الباوربوينت نفسه زي ما احنا حضراتكم تشوفوا كده. فبيبتدي يحمل طبعا الملف اللي هو مخصوص، سواء كان باوربوينت او وورد او وات ايفر الملف. وفي كمان امكانيه ان هو يعمل حاجه اسمها داونلود للملف، يعني كمان الطالب ممكن يحمل الملف او يعمل له داونلود او يعمل له تنزيل ويبتدي يشوفه او يعيد رؤيته مره ثانيه. انا كنت مثلا هنا محاضره عن اجزاء الكاميرا، فبيبتدي الطالب زي ما انتم شايفين يتصفحها بشكل او باخر وبيستفيد من المحتوى وممكن يحتفظ ايه فيها. ده ولو هي المشاهده اونلاين، تمام، او عايز ينزلها ويشوفها بعد كده زي ما ايه زي ما اتفقنا. طيب نرجع تاني على الجزء الخاص بالفايل او اللينكس، مثلا زي يو ار ال معين او زي ما قلنا رابط معين، برضه لو دخل عليه هيبتدي يصل لهذا الرابط ويشوف الفيديو على اليوتيوب، ويشوف الفيديو مثلا اذا كان متوفر يبتدي يعرض هذا الايه هذا الفيديو. طيب نبتدي نشوف كمان وهكذا. يبقى انا هنا بحاول اعمل ايه؟ بحاول اضيف الملفات اللي هي بتمثل لي الكونتنت او اللينكس. على فكره من الشروط او من المعايير اللي احنا دايما بناكد عليها في انظمه اداره التعلم المختلفه، ان هو يقدر يحمل لي معظم انواع الملفات اللي هي المعروفه او اللي احنا دايما بنعمل بنحط عليها الكونتنت بتاعنا او بنصمم عليها مقرراتنا. وبالتالي ده بيديني ميزه ان المعلم لما يجي يحمل الاجزاء بتاعت الكونتنت بتاعته او الشخص اللي هو مصمم المقرر يبتدي ما يحسش ان في قلق من ان هو ممكن يشتغل على برامج معينه ويبتدي يحمل المحتوى بتاعه على برامج، لان هيبتدي بمنتهى البساطه يتم عرضها او تحميلها على ايه على الموقع ويقدر الطالب يحطها. طبعا هنا كان بيتم وضع كل محاضره، وطبعا بيكتب هي بوست باي مين، وبتتحط التاريخ بتاع وضع هذه الايه هذه المحاضره، يعني زي ما انتم شايفين في كلمه كامله او في تاريخ كامل لكل خطوه بيتم عملها على النظام او لكل محتوى بيتم اضافته على النظام. بنفس الطريقه بيتم الرجوع لبقيه الجزء الخاص بالقاس. كمان في غير الاجزاء اللي احنا قلنا عليها، قلنا ممكن اعمل ديسكشن ما بيني وبين الطلاب او ما بيني وبين طالب معين. ممكن كمان اعمل حاجه اسمها البوم. الالبوم هنا بمعنى ان حضرتك ممكن تحطي او تضيفي او تكريتي البوم، او تجمعي مجموعه صور او مجموعه فيديوهات او مجموعه مقاطع صوتيه تخص الماده العلميه، وتبتدي تحطيها من خلال ان انت تعملي اد لايه؟ اد للالبوم. كمان عندي جزء مهم جدا، وهو ازاي انا ممكن احط بيجز معينه او صفحات معينه، بحيث ان انا احب دايما اطلع على هذه الصفحات. انا شايفه الصفحات دي ريليتد قوي او مرتبطه جدا بالمقرر بتاعي، فابتدي ان انا تكون موجوده عندي بشكل دائم او احملها للطالب بشكل دائم من خلال اد بيج، وابتدي اقول البيج الفلانيه ممكن تطلع عليها، فيها محتوى وهكذا، فيها مثلا مساعده ممكن تساعدك على تنفيذ نشاط معين وهكذا. ايضا جزء مهم حابه ان حضراتكم تشوفوه معايا، وهو الجزء الخاص بال
بشوفه حالا دلوقتي اللي هو الجزء الخاص بالدروس بتاعي، وده هنكمله إن شاء الله الجزء